تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من إمكانية حدوث موجة وباء ثانية إذا لم ترفع الدول إجراءاتها الوقائية، وذلك لأن الوباء لم ينتهي حتى الآن والطريق لا يزال طويلا في ظل غياب أي لقاح ناجح للوقاية من الوباء. I thank the G20 countries for their commitment to fight the pandemic, safeguard the global economy, address international trade disruptions and enhance global cooperation. حيث قام عدد من الدول الأوروبية بتخفيف الإجراءات وسط مخاوف من عودة ثانية لكورونا في العالم بعد الانحسار الكبير لأعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المتعافين، إلا أن بعض الدول سرعان ما شهد انتكاسة مرة أخرى، سواء نتيجة لتخفيف القيود والإجراءات الوقائية والاحترازية أو نتيجة لإهمال وقلة وعي الشعب. What they're doing constantly, they're having these teleconferences at least once a week, and we will have new clinical guidance, an update to our clinical guidance, which will come out hopefully by Friday of this week. تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من إمكانية حدوث موجة وباء ثانية إذا لم ترفع الدول إجراءاتها الوقائية، وذلك لأن الوباء لم ينتهي حتى الآن والطريق لا يزال طويلا في ظل غياب أي لقاح ناجح للوقاية من الوباء. جهود جبارة تبذلها مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية لتنسيق عالمي من أجل مكافحة كوفيد-19. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.